السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتناول موضوع how to fix the issues moving SWAT working file. يعني شنو؟ مرات أني أحتاج أنقل الفايل الخاص بعمل الارك SWAT بكل ما يحتويه أنقله إلى فد كمبيوتر ثاني، أو أنقله من مثلا الديسكتوب إلى مثلا السي أو الدي أو الإي. فتلقائيا هسه لاحظ هنا أنا إذا نقلته هنا هسه راح أفتح اللي هو خاص الفايل ارك SWAT، لاحظ شنو الرسالة تطلع لي. اكو في المرات تطلع مشاكل تظهر اثناء عملية التحويل. لاحظ الرسالة يقول لك the SWAT 2005 MDB 2009 2012 database specified in your master progress table does not exist. Please correct and try again. هاي الرسالة تظهر لك. حتى نتجنب هذه المشاكل اثناء ما نسوي moving للفايل الخاص بالارك SWAT شنو نسوي؟ عندنا عدة خطوات. اول شيء تروح على هذا السوات SWAT database هياته، هذا هنا المايكروسوفت database الخاص بسوات، اروح افتحه هذا هو، اروح على خيار اسمه الماستر بروجرس. الماستر بروجرس هنا شو ظهر لي؟ يظهر لي انه يعني شلون انه مكان العمل لكل واحد. هسه هنا الوركر اي دي وين يكون؟ لازم يكون متطابق مع السوات جيو داتابيس، لازم يكون متطابق تماما. اذا اكو اختلاف راح يظهر لك هذه الرساله. فحتى نتجنب هذا المشكله of these issues، فحاليا نروح الخطوه الاولى شنو هي اللي نسويها. انا مو فاتح الفايل الخاص بمنطقه دراستي هاي موجوده هنا، هسه لا ارجع خطوه هذا يخص الفايل منطقه الدراسه. فهاي ايش تشمل؟ هذا وين موجود السوات مال الخاص بال يعني هنا أنا. لازم اعرف امتداده وين. لاحظ هسه اذا اريد نفتحها مرة ثانية هذا الفايل منها، هذا الفايل انا راح افتح اي واحد ثاني نو بروبلم. هسه لاحظ انها ظهرت لي المشكلة الموجودة هنا. فهسه شو اسوي؟ اروح هنا اضغط، لحظة قبل ما اضغط هذا شنو اسمه رينيم، اخذ هذا قله كله كوبي. ممكن انت مرات مغير الاسم اثناء النقل. فنفتح الملف نروح على سوات، هذا نلاحظ هنا سوات، نضغط عليه نروح على ماستر بروجرس، نجي نغير. هسه نجي ننتقل هنا يقول انه مخزون بالشبكة ديسكتور اسمه سوات. انت لا، شنو اسمه هسه كان؟ مو بس سوات وانما مغير اسمه، فتنطي الاسم اللي انت مخزنه. نرجع لهنا ايضا الشبكة ديسكتور سوات انت مسميه، لا مو سوات، الاسم مالته تغير. مرات يصير هذا المشكلة من حتى الاسم يتغير. فهسه ورا ما تكمل هذا البروجرس انه تخلصه الخاص بالفايل، هسه تغلق الفايل او تقول له سيف فايل. مجرد ما تنطي سيف راح يسيف هو هاي المعلومات. بعدين نروح نفتح الفايل مرة ثانية، يصير فتح للفايل مرة ثانية. لاحظ الآن فتح الفايل، انفتح الفايل خاص بمنطقة الدراسة. هسه اقدر اختاره بكل سهولة. لاحظ هسه الفايل هنا انفتح، عندك دي يسوي لك انه يفتح كله، يفتح لك كل الفايلات الخاصة بالارك سوات. فدائما تظهر هاي المشكلة، هاي المشكلة دائما تظهر. فشلون اتجنب هاي المشكلة حتى ما تظهر لي مرة ثانية؟ لما نتغير يعني حاول قدر الامكان، يعني احد المشاكل اللي تظهر لك بارك سوات لما تشتغل على الارك سوات او هو الارك جي اي اس بصورة عامة، احد المشاكل اللي تظهر لك بي انه انت مثلا لحظة
حاليا بس انه اشوفكم. انت سويت الفايل، مو احنا اول ما نروح للسوات نروح على سوات بروجكت راح يطلب من نفتح اول نيو سوات بروجكت راح نسميه، فقدر الامكان حاول تحتفظ بالاسم اللي سميته الاول، لانه اذا ما احتفظت بهذا الاسم راح تظهر لك هاي المشكله اللي قبل شويه نوهنا عنها، وتقدر شلون تحلها. يعني مثلا شوف لاحظ هسه هذا الفولدر هو اسمه اصلا احنا مسميه بدايه سوات ووتر شيد دلينيشن، تلقائيا انا هسه لو ارجع اغيره اي تغيير ما راح يفتح. فشنو تسوي حتى تتجنب هاي المشكله، او اذا ما فتح عندك اول مره تتنقله تلقائيا. انا هسه هذا موجود الفولدر اريد اروح انقله بمكان ثاني بسهوله. هسه انا مو هنا أنا بعد ما غيرت الاسم مالته هسه اروح انقله. لاحظ هسه لو انا افصل منه يس، لاحظ هسه انا لو افصل هذا منه هسه انا غيرت الاسم الخاص بي وغيرت المحتوى الداخلي الخاص بي. مجرد ما انه اضغط كوبي واروح لهناك من اقول له بيست في اي مكان على الدي، لو هنا انا اضغطه اذا ظهرت لي هاي المشكله مره ثانيه انتبه الى طريقه التحويل تلقائيا، بس انتظر انه يسوي موفينج له. تقدر هاي المشكله تظهر مو الا يعني الا تنقل على الكمبيوتر ثاني، مرات على نفس الكمبيوتر مجرد ما تحول من الديسكتوب الى الدي او السي او الاي، بس مجرد ما انه يكتمل التحويل تلاحظ هاي المشاكل دائما تظهر. فحتى نعرف شلون نتجنبها ايبل كومبليت 25% افتر ذات مجرد ما يكمل عملية. فحاليا تمت عملية النقل، اروح افتح هاني الفولدر اللي هو هناي بالدي خزنته اني، هذا هنا خزنته السوات بروسس اوف ستدي اريا. تمام هسه اروح افتح الملف منه، اذا فتح تمام، واذا ما فتح معناها اكو الخلل مثل قبل شويه نعالجه. بالضبط ندخل على هاي الداتابيس مال السوات، على هاي هنا ندخل ونتاكد من مكانين بالماستر بروجرس، نتاكد من مكانين لازم تحمل نفس المكان، لازم العفو يعني هسه لاحظ هنا شنو اسم الفولدر سوات بروسس اوف ستدي اريا، لازم من ادخل هنا على الماستر بروجرس يشيلون نفس الاسم اثنيناتهم، ماكو هاي اسم يختلف عنها او قبل التغيير غلط. هاي اول شغله. ثاني شغله ما يصير مثلا الاولى تحمل سوات بروسس اوف ستدي اريا 1 والثانيه سوات بروسس اوف ستدي اريا 2، لا هاي شنو الموجود هنا اسمها بالاصل لازم نفس الموجود بالثاني. فتلقائيا بعد ما تحل لاحظ هسه هنا ما ظهرت لنا المشكله لان حليناها احنا مبدئيا، فكانت مشكلتنا وين؟ من يصير تغيير مفاجئ، يصير اني اغير تغيير مفاجئ بداخل وين؟ بداخل ال هذا. لاحظ هسه هنا انا ما غيرت، هسه انا تلقائيا هنا راح افصل، لاحظ راح ارجع على الملف اللي ما غيرته بعدني، هنا موجود هذا سوات بروسس اوف ستدي اريا. لاحظ هسه هنا شنو اسم السوات، قبل ما راح افتح هذا الموجود هنا مجرد ما نفتحه يفتح الفولدر لاحظ ظهرت لنا المشكله. ليش؟ لان هذا الفولدر ما عدلنا عليه. ايش يقول دسوات 2005 او 2000 لانه هو عنده ثلاث فيرجنات لحد اخر فيرجن 2012 داتا بيس سبيسيفايد ان يور ماستر بروجرس تيبل داز نوت اكزيت بليز كوركت اند تراي اجين. هاي شنو المشكله؟ ليش تظهر لك اثناء ما يصير موفينج؟ مرات تظهر لك هاي المشكله بحد ذاتها تروح على الداتا بيس هنا اصلا السوات الموجود هنا. لاحظ انت شنو اسم الملف مالتك؟ طبعا ننزل نروح على الماستر بروجرس، ماستر بروجرس سياته تمام، نتاكد ان الورك اي دي واللي يناسبها بالسوات جيو داتابيس،
اول شيء نروح للملف نفسه. الملف نفسه شنو اسمه؟ اسمه SWAT process of study area. اروح اتاكد هنا وهنا. هسه راح انتقل على كلمه كلمه اني اسمه SWAT process. عفوا هنا اليوزر سكتور اسمه مو SWAT وانما شنو اسمه؟ اسمه SWAT process. هاي تلقى اروح اخذ نسخ للاسم. رينيم. بعد ذلك اقول له كوبي. ادخل على الجيو داتا بيس الخاص بي. هسه انطي هنا بيست. اروح على هنا السوات. لاحظ ديسكتوب سوات. هاي اسمه مو سوات تغير. كان اسمه قبل سوات. هسه انسخ الاسم اللي موجود حاليا. تمام. هسه بعد ما نكمل هاي الاثنين نروح نقول للفايل سيف حتى يسيف لنا المعلومات الجديدة. نغلق الجيو داتا بيس الخاص بها. ندخل على الفولدر نفسه. لاحظ اللي هو هنا. هسه نروح نفتح السوات بعد ما عدلنا الجيو داتا بيس الخاص به. مجرد تاخذ وقت. فتح الملف الخاص بينا. هذا هو الملف الخاص بالدراسة اللي نجريها على المرئية بمنطقة الستدي اريا. فأهم مشكلة تلاحظها انت تظهر لك هذه الخطأ اللي قبل شوي نوهنا عليه مرتين. انه اول فقرة ننتبه انه من نسوي نيو سوات بروجكت نسميه اذا غيرنا لازم نغير بالجيو داتابيس. يعني قدر الامكان اذا تقدر تحتفظ بالاسم الاصلي الخاص بي اوكي، واذا ما احتفظت تسوي هاي الخطوات اللي سويناها قبل شويه حتى تتجنب هذا الخطا. واذا نقله من مكان الى كمبيوتر ثاني، الى كمبيوتر ثاني شنو يظهر لك؟ لاحظ هسه هنا الى كمبيوتر ثاني وش الخطا شنو اللي راح يظهر؟ هسه اذا بنفس الحاسبه وتغير غيرت الاسم راح يظهر لك هذا الخطأ. طيب إذا إلى غير كمبيوتر، إلى غير كمبيوتر شو يظهر لك؟ لحظة، هذا شنو اسمه؟ اسمه SWAT process of study area. تمام. هناك ايش راح يسميه من أنقل غير كمبيوتر؟ يسميه SWAT process of study area 1. فأنت شو تسوي؟ تروح بس تجي على هذا الجيو داتابيس اللي خاص بسوات تفتحه أنت تتأكد من ذول لازم يحملون نفس الاسم على الماستر بروسيس الخاصة هنا. هذا الماستر بروجرس تتأكد من الورك اي دي وتناسبه مع الجيو او السوات جيو داتابيس. تتأكد معهم لان الفقرتين. بعد ما نتأكد من هذول الفقرتين فنلاحظ انه اذا كانت النقل من كمبيوتر الى اخر وين راح يصير الخطأ اغلب الاحيان؟ اذا انت ما مغير الاسم. لحظة، ما مغير اسم الفولدر الاصلي نفس ما هو اللي ثبتته. تمام. وين راح يكون الخطأ بهالحالة هاي؟ راح يكون الخطأ أغلب الأحيان إذا ظهرت لك هاي الرسالة راح يكون الخطأ هنا. لحظة، ديسكتوب اسمه مو هذا SWAT process of study area. خلص. تمام. هذا الثاني ايش راح يكون؟ نفسه SWAT process of study area بس يقول 1. فأنت حاول تلغي ال 1 منه بحيث يكون هذا الاسم يشبه هذا الاسم ولازم يشبه الاسم الاصلي اللي بالفولدر هنا. نفس الاسم لازم يحمل. فبعد ما تتاكد من هذا الشيء راح تقدر تفتح راسا انت السوات الخاص بك بدون ما تظهر لك اي مشاكل ثانيه. ان شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم هي مو محاضره قدر ما ان هي حل مشكله اللي هي خاصه بالتجنب المشاكل تصير اثناء نقل
الملفات او الفولدرات او اثناء تغيير اسم الفولدر الخاص بالارك سوات. ان شاء الله نلتقيكم بمحاضرات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.